مساء الخير على كل مشاهدينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من تمام العاشره. معلش النهارده حلقه استثنائيه، ان هي مش جايه في ميعادها عشان بس الظروف، عشان بس كان عندي تكريم اليوم الاثنين في مهرجان اوسكار ايجيبت، اتكرمت كاعلاميه. وانا بشكر طبعا مدير المهرجان الاستاذ عادل عمار على اتاحته الفرصه ليا وان هو كرمني. التكريم ده هيفضل، هو عزيز وغالي على قلبي لأنه هو هيبقى أول تكريم ليا، فهو بصراحة قريب من قلبي جدا، وأنا بشكره جدا وبشكر إدارة المهرجان على التكريم. جات لنا استغاثة على صفحة البرنامج من سكان المنزلة، بيقولوا إن هي هناك في مشاكل وانفلات وسرقة وأسلحة وحاجات من دي. معانا فيديو، الفيديو جاهز يا احمد؟ تمام، هنشوف الفيديو وهنرجع لكم. انت صاحب الموتوسيكل ده؟ ان شاء الله. ايه اللي حصل بالظبط؟ حصل يوم الجمعه الساعه 10 الصبح، بفتح الورشه وفتحت وقعدت كده شويه. علي صوتك بس شويه. انت داخل عليها في الورشه بالصفوف. سبت الورشه وطفشت. تمام. مسك الموتوسيكل قعد عجل كده زي ما شايف. ايه السبب؟ معرفش. كده بس؟ وده هو كسر يوم ال ايوه الحاجات دي؟ أيوة. احنا دلوقتي معانا مداخله من صاحب الاستغاثه الاستاذ محمد حسن. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. بص حضرتك يا استاذه مرهان، عامه الاهمال في المنزله حضرتك مش مقتصر على حاجه واحده وبس. حضرتك احنا عندنا انفلات امني. هو ممكن حضرتك تعلي صوت حضرتك شويه لان انا مش سامعاك قوي. حضرتك سامعاني؟ تمام. سامع حضرتك، اتفضل. حضرتك يا استاذه مرهان، احنا عندنا انفلات امني. تمام. البنات والستات بيبقوا ماشيين في الشوارع والشنط بتتشد من ايديهم. تمام. الشنط بتتشد من ايديهم يا استاذه مرهان. حضرتك احنا عندنا في المنزله لو الحكومه اتحركت علشان تقبض على حد بيكون عارف وبالتالي بيهرب. حضرتك يا استاذه مرهان، احنا عندنا في المنزله شارع اسمه شارع الدروس. الشارع ده حضرتك كل البلطجيه بتتواجد فيه، اللي واقف بسطور واللي واقف بكلب. الاهالي في الشارع طلبوا تعيين افراد امن. تمام. افراد امن في الشارع، والى حد الان ما فيش حد استجاب ليهم يا استاذ مرهان. طيب يعني يعني الشرطه ما عايشين في شجاعه. حضرتك سامعني بقول لحضرتك، الشرطه ما بتروحلكوش خالص، ما بتخشش المكان؟ الو، انت سامعني؟ سامع حضرتك. ايوه يا استاذ مرهان معاك. بقول لحضرتك الشرطه ما بتجيلكوش خالص، ما بتخشش يعني المنزله خالص او الشارع بتاع الدروس ده؟ مفيش دوريات امنيه يا فندم، مفيش دوريات امنيه عندنا في المنزله. طيب ولما حضرتك بيحصل اي حادثه عندكم ما بيحصلش ان انتوا تبلغوا مثلا الامن؟ الناس بتبلغ، بتقدم شكاوي طبعا يا فندم. يعني من حوالي شهر تقريبا كان في شخص كان بيقتحم الشوارع بالسطور. طيب قالوا ده مختل عقليا، راحوا الناس قدمت بلاغ في اسم الشرطه. الشرطه قالت ده مختل عقليا. طيب ما حصلش قبض على الشخص؟ كان بيدخل بيقتحم المحلات، بيكسر المحلات، كان بيجري بالساطور ورا الناس في الشوارع. تمام. الناس طبعا راحت قدمت بلاغ في اسم الشرطه. قال لهم ده مختل عقليا، هنعمل له ايه؟ يعني ايه نعمل له ايه؟ طب والناس ذنبها ايه؟ احنا المفروض ان احنا نعيش في امن وامان. فين الامن والامان يا فندم اللي متوفر لينا؟ مفيش. طيب بالنسبه للشارع اللي حضرتك بتقول بيتجمع فيه البلطجيه، الشارع ده طبعا محدش ليه بلغ الشرطه؟ الشارع ده يا فندم فيه كل الطلاب بتتواجد فيه، هو اسمه شارع الدروس، معروف بكده، اسمه شارع الدروس في المنزله. تمام. تمام. الشارع ده كل الطلاب بتتواجد فيه. تمام. واكثرهم بنات طبعا. بيحصل فيه حوادث تحرش. بيحصل فيه يعني معنى الكلمه انفلات امني، انفلات امني بمعنى بكل معاني الكلمه. تمام. طيب انتوا تبع اسم ايه يا استاذي؟ اسم شرطه المنزله. يعني حضرتك زي ما طبعا شفت في الفيديوهات الناس بتبقى ماشيه في الشوارع. لا ما انا هو ده اللي انا بسال فيه، يعني لما حد بيحصل له حادثه ليه مش بيروح يبلغ؟ ولما بيحصل بلاغ طب ليه ما يعني ما بيحصلش قبض على المجرمين دول، سايبينهم كده طلقة؟ ما فيش تحركات يا فندم، ما فيش. تمام. طبعا انا بناشد وزاره الداخليه وبناشد المسؤولين كلهم باسمي انا الشاب محمد حسن بلله، بناشد المسؤولين، بناشد المسؤولين وبقول لهم يا فندم احنا عندنا انفلات امني داخل مدينه المنزله، عندنا انفلات امني.
طيب. عندنا حوادث سرقه، عندنا يعني ايه مختل عقليا بيقتحم الشوارع؟ يعني ايه مختل عقليا؟ خلاص يروح يتعالج، الناس مالهاش ذنب. تمام الناس يا فندم مالهاش ذنب، احنا ذنبنا ايه؟ احنا المفروض ان احنا نعيش في امن وامان. تمام صح ولا لا يا استاذ مريم؟ لا صح طبعا، انا بسمع حضرتك لان دي استغاثتك وحقك ان انت تحكيها براحتك. اتفضل يا فندم. طبعا يا فندم، يعني حاجات فوق الخيال، احنا هنا كاننا عايشين في شيكاغو، ما احناش عايشين في، يعني ما احناش. طيب انا ممكن اسال حضرتك، هو موضوع الاسلحه اللي انا شايفاها الزياده دي زادت امتى؟ في فتره ايه يعني؟ ولا هي كانت بقى لها مده؟ الـ الـ الفتره دي يا فندم يعني زادت بطريقه رهيبه، يعني هو الـ يعني الانفلات الامني موجود من يعني من سنين، بس الفتره دي زاد بطريقه رهيبه، زاد داخل المدينه بطريقه رهيبه، يعني البلد. انا مش قادره اقول لحضرتك هي فين الرجاله اللي في المنطقه وفين النخوه وفين الكلام ده كله، عشان انا شايفه ان الرجاله نفسهم واقفين بيتفرجوا. يا فندم يعني هم ده مسؤوليه الشرطه، يعني كل واحد طبعا بيخاف على نفسه. اكيد طبعاً اكيد كل واحد طبعا بيخاف على نفسه، يعني من حوالي زي ما حضرتك طبعا شايفه في الفيديوهات، بنت طبعا ماشيه واحد تهجم عليها شد التليفون من ايديها يعني. لا انا بسال، هو اللي ماسك سطور ده وقاعد يخبط على البيوت ده بيقتحم يعني البيوت؟ كان بيقتحم الشوارع والناس قدمت بلاغ وقالوا مختل عقليا. طيب عمل اصابات يعني يا استاذي؟ عمل اصابات يا استاذ محمد؟ طبعا خبط احد الاشخاص بالساطور على دماغه وحدث له اصابات غير طبيعيه، يعني كسر في الجمجمه وكانت اصابات رهيبه بالغه، ويعني وانا من ضمن الناس اللي جرى ورايا في احد الشوارع بالساطور. لا هو كمان في دلوقتي في الجزء في الفيديو بيتعرض ان هو ناس معاهم اسلحه وبياخدوا زي موتوسيكلات من حد. ده حصل فعلا، يعني هما دخلوا معرض موتوسيكلات وسرقوا موتوسيكلين تحت تهديد السلاح وقدام الناس، والناس كلها كانت واقفه، وبتحصل حوادث يا فندم. هو انت زي ما حضرتك قلت كل واحد بيخاف على نفسه، يعني انا بقى شايفه واحد معاه سلاح هقف لحد تاني؟ لا طبعا، روح بقى بلغ الشرطه. الناس الرهاني هم طبعا كل واحد بيفكر طبعا في يعني هيقول ده انا مثلا هدخل احوش هيضربني هيخبطني خبطه، هسيب بيت لمين؟ هسيب اهلي لمين؟ هسيب عيالي لمين؟ هم بيفكروا التفكير دوت. عندك حق والله يا استاذ محمد. الدور المفروض الدور الاساسي على المسؤولين يا فندم، احنا محتاجين تغيير شامل للمسؤولين اللي عندنا داخل المدينه. عندك حق. احنا طبعا انا طبعا يا استاذ مرهان بتوجه بكل الشكر للاستاذ احمد ماهر معدي البرنامج لاستجابته السريعه طبعا، وبتوجه بكل الشكر لحضرتك يا استاذ مرهان. العفو يا فندم. على ايه؟ على ايه؟ لا 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 لا، ربنا يبارك فيكي طبعا. ربنا يخليك. لا ولا يهمك، اتفضل. عند حضرتك اي حاجه ثانيه عايز تقولها؟ انا الله المستعان، الله المستعان. وطبعا يعني حضرتك طبعا يعني عاوزين من داخل برنامج حضرتك عاوزين صوتنا يوصل باذن الله، البلد يوصل. انا بتحدث باسم مدينه المنزله، انا بتحدث باسم مدينه المنزله، انا المواطن. شكرا لحضرتك. حسن بلله. اتفضل. بالشكر طبعا لحضرتك. ربنا يخليك، الف شكر يا استاذ محمد. اتفضل. طبعا انا مش عارفه ابدا منين بصراحه، بس انا مش هقدر اشيل عبء قوي على وزاره الداخليه، لان انا عارفه ان هم بيتعبوا وهم بيوفروا لنا قد ايه، يعني بيحاولوا بقدر الامكان يوفروا سبل الراحه، يعني مش هقول ان هم مقصرين، بس بصراحه يعني انا حابه ان يعني وزاره الداخليه واسم شرطه المنزله بالذات يبصوا للناس دي يعني بعين الرأفه شويه، يعني انا عايزه رئيس المباحث والضباط اللي موجودين هناك ينزلوا يعملوا حمله تطهير المنطقه عشان البلطجه والسلاح والكلام ده، وفي نفس الوقت تعتبروا ان الستات او البنات دي اختك والدتك بنتك، فانت بتقدم يعني فوق خدمتك خدمه كبيره جدا ان انت بتحافظ على حياه البنات والستات دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا بطلب بس من وزاره الداخليه ان هي تعمل يعني لجان تبقى موجوده في الشارع تفتش الشباب، عشان انا شايفه موضوع السلاح ده زاد قوي قوي، يعني الواحد دلوقتي بيبقى ماشي يلاقي في خناقه بين اتنين مثلا فجاه يلاقي حاجات بتلمع اسلحه بيضاء، الاسلحه دي بتتجاب منين؟
غير كمان الأسلحة اللي هو احنا كنا طول عمرنا بنشوف الأسلحة بتاعت المسدسات والرشاشات والحاجات دي في الشرطة بس، يعني احنا طول عمرنا بنشوفها، فجأة بقت دلوقتي منتشرة. بتدخل ازاي؟ يعني احنا عايزين الأول نعرف هي بتدخل البلد ازاي وبتتباع ازاي، واكيد طبعا كل الأسلحة دي من غير رخص اكيد، يعني مفيش حد معاه رخصة وماشي بسلاح يقتل في الناس او يرهب الناس او يعمل أزمة بمعنى أصح يعني. فانا بطلب من وزارة الداخلية يعني رجاء، انا عارفة طبعا ان انتوا حملكوا تقيل قوي لان الانفلات زاد جدا والبلطجة زادت جدا، بس معلش معلش يعني حاولوا بقدر الامكان المناطق اللي فيها مشاكل بالطريقة دي زي المنزلة، يا ريت يا ريت يا ريت يتكثف فيها الامن عشان حماية الناس، لان الناس دلوقتي بقت للأسف للأسف خطر على بعض. مش هقول لك بقى دول عشان مجرمين، لان هو ثانية واحدة، هو المجرم ده اصلا هو فرد من المجتمع، هو مش المجرم ده جزء خارجي من المجتمع، هو فرد من المجتمع. فأنا بقول يعني لكل فرد في الشرطة احمي الناس من بعضهم لا أكثر ولا أقل، ورب إن شاء الله بإذن الله يعني ننعم بحياة ورخاء وأمن وسلام الفترة اللي جاية بإذن الله. هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم، انتظر. ورجعنا لكم مرة تانية. الحلقة اللي فاتت جالنا مداخلة من مدام ياسمين، حكت كده موضوع يخص جوزها اللي هو الأستاذ حسين، وقالت إن في موضوع يخص شركة عقارية كبرى. احنا طبعا مش هنقول اسم الشركة، بس هي الشركة دي معروفة إن هي شركة كويسة جدا، يعني ما عليهاش غبار، صاحب الشركة راجل محترم بيقدم يعني خدمات كتيرة، بيعمل مشاريع خيرية، بيقدم شقق، بيقدم حاجات كتيرة قوي، فهو لا غبار عليه. فاحنا في الجزء ده احنا مش بنهاجم ولا الشركة ولا صاحب الشركة، احنا بنتكلم عن شخص او فرد جوه الشركة، وطبعا حق الرد مكفول للطرف التاني. احنا معانا استاذي الضيف حسين فتحي. مساء الخير يا استاذ حسين. مساء النور، زي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. احنا عرفنا طبعا من الاستاذة ان حضرتك متضرر من احدى الشركات العقارية الكبرى. تمام. انا عايز اعرف الحكاية كده بالتفاصيل. هو في البداية انا بشكر حضرتك يعني ان حضرتك سمحت لنا ان احنا صوتنا يوصل يعني. لا العفو. فانا كنت شغال في الشركة دي من 10 سنين، من 2010. تمام. 18/1/2010. تمام. فضلت في الشركة لحد في 2018، مشيت بمشكلة كده يعني. بس طول الفترة من 2010 ل 2018 كانت الحياة كويسة، مفيش خصم يوم بسبب خطأ عندي أو أي حاجة غير تأخير مثلا، والكلام اللي هو الطبيعي عادي يعني. الطبيعي يعني. ففي 2018 شهر 11 يعني الكلام ده من سنة تقريبا. تمام. حد كلمني قال لي تعالى عشان احنا عندنا مشكلة، في فلوس ناقصة، عايزين نعرف جت ازاي او منين يعني. فرحت. حضرتك وظيفتك ايه بس؟ انا محاسب تحصيل في الشركة. تمام. تمام. كمل حضرتك. فرحت، هو كنت شغال في كذا فرع يعني، بس هم كلموني كنت مسؤول في فرع حلوان. تمام. فلما كلموني رحت اول مرة، رحت نراجع نشوف الدنيا فيها ايه، فرجعت معهم مرة ان احنا نوصل لحاجة، مفيش، فمشيت. رجعت تاني بعديها، كان الكلام ده كان يوم خميس، جمعة وسبت أجازة، رحت تاني يوم الحد، رجعنا حاولنا نوصل لحاجة طبعا مش لاقين، فقالوا لي طيب انت موقوف عن العمل لحد ما نشوف الدنيا تمشي ازاي. قلت لهم خلاص مفيش مشكلة، انا موقوف عن العمل بس انا هاجي تاني بكرة عشان برضو نشوف نعرف الكلام ده جاي منين. رحت تاني يوم برضو، كان يوم اتنين، رحت تاني يوم مفيش اي حاجة ومشيت برضو. فاتصلوا بي على حوالي الساعة 3:30 كده العصر، قالوا لي تعالى عشان المدير عايز يقعد معاك. فرحت. أنا لو عندي مشكلة أو حاجة أنا مش هروح طبعا أكيد يعني، لكن أنا رحت لهم أربع مرات. رحت هناك الشركة على أساس أن أنا هقعد مع المدير. ده مدير الفرع ولا ده مدير؟ لا ده مدير المسؤول عن الماليات في الشركة، المدير المالي يعني. تمام. تمام؟ تمام. ده انا رايح بناء على ان انا هقعد معايا يعني، انا رايح على الاساس ده. فروحت لقيت الموضوع مش كده تماما، الموضوع ان انا مدير المالي مش موجود، في مدير الامن قريبه. فروحت هناك لقيت في الامن بقى متجمع كده، وحسيت بجو مش مظبوط. هو قريبه ده بيشتغل اصلا في الشركه؟
هو المدير المالي يقرب لمدير الامن. تمام، يعني اقصد ان هو برضو كموظف في الشركه. في الشركه. تمام. طبعا اتفضل حضرتك. بس فالمهم حسيت الجو مش مظبوط. تمام. فجي قعدني مدير الامن ده، قال لي احنا دلوقتي عندنا مشكله ومش عارفين المشكله جايه من مين، وانت اللي في المسؤول عن الكلام ده، وهتمضي ايصالات امانه لان انت المتسبب. قلت له انا مش متسبب في حاجه، انا اصلا ما اعرفش فين المشكله. اذا كان الاداره نفسها ما تعرفش فين المشكله، يبقى انا هعرف المشكله ازاي؟ ادي حاجه. قعدنا، هم المفروض ان هم عاملين بلاغ في اسم شرطه البساتين، عاملين بلاغ الساعه تقريبا 5، ده اللي عرفناه بعد كده يعني. فضلت قاعد في الشركه، حاجزني في الشركه، انا قاعد من الساعه 4 تقريبا، 4:30 لحد الساعه 12 بالليل، ما حتى ما فيش كوبايه ميه، شربتش كوبايه ميه. تحقيق وكلام، ولقيت ناس، احاول حتى اوصل وجهه نظري، يعني هشرحها لحضرتك يعني سريعا كده. هو الموضوع بيتلخص ان دلوقتي لما حضرتك مثلا، لو حضرتك عميله في الشركه، بتيجي بتدفعي مقدم، وباقي بيبقى عليكي باقي اقساط بتكتبي بيها الشيكات. تمام. الشيكات دي ما بتبقاش في حوزتي انا، الشيكات دي بتبقى في الخزنه الرئيسيه، هي الشركه مقرها المعادي، في الخزنه الرئيسيه في المعادي. فحضرتك بتيجي تدفعي لي القسط، بيبقى المفروض ليكي شيك بتستلميه. لا، انت مش بتستلميه في نفس الوقت. تمام. انا بدي لحضرتك ايصال، النسخه بتاعه الايصال دي بتروح الفرع الرئيسي، والفرع الرئيسي بعد مثلا اسبوع او ايا كان، يومين ثلاثه، من يومين ثلاثه لحد اسبوع مثلا، بيبعت لي الشيك عشان يتاكد ان حضرتك دفعتي. فبيبعت لي الشيك بسلمه لحضرتك. هي دي الدوره المستنديه اللي فيها المشكله كلها. تمام. هم يعني المسؤولين عن الشركه، طبعا زي ما حضرتك قلتي، هو الراجل صاحب الشركه يعني بنسبه 100% ما يعرفش الدوره دي ماشيه ازاي. هم عاملين حاجه، هو معروف عنه ان هو راجل محترم وشريف. جدا. انا يعني انا ما انكرش دي، بعيد عن اي غلطات. بص حضرتك، انا ما انكرش دي، هو الراجل معروف مش من دلوقتي، معروف من فتره طويله ان هو خير وبيعمل حاجات كتير، بس هو في حاجات جوه هو ما يعرفهاش. يعني هو بالظبط كده، هم واقفين قدامه حاجز ان هم مش عايزين يشوفوا ايه اللي بيحصل، مش عايزين يخلوه يشوف ايه اللي بيحصل. تمام. احنا هيظهر دلوقتي الصوره بتاعه الشيك بتاعه العميل زي ما حضرتك حكيت، هتظهر على الشاشه. كمل حضرتك. تمام. بص حضرتك، ده اللي قدامنا ده. تمام. ده عميل من ضمن العملاء، ده حد ما اعرفوش، انا بساله بقول له، ده على الفيسبوك يعني. فبساله بقول له لو حضرتك دلوقتي لما بتدفع الدفعه بتستلم الشيك ازاي، فهو هنا اكد كلامي. تمام. فالمهم فضلت قاعد في الشركه، مضوني طبعا على ايصالات امانه تحت التهديد، اتصل بمراتك تيجي دلوقتي ومعاها عقد الشقه. تمام. فانا قلت لهم طب مراتي ايه دخلها بالموضوع؟ قالوا لي لا، تيجي بقى عشان تتنازل عن عقد الشقه. طبعا انا حواليا امن وناس كتير، انا واحد دخل لي بيقول لي انت متجوز؟ قلت له، قال لي عندك اولاد؟ قلت له عندي اولاد. قال لي طب بقى ربنا يتولاهم كده بالظبط. فقلت لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا لي احنا عايزين مراتك تيجي بالعقد، بعقد الشقه. تمام. اتصلت بيها، طبعا كل الكلام ده النيابه تقدر تجيبه طبعا، لان انا مش بقول كلامه وخلاص. النيابه تقدر تجيبه ان انا فعلا كلمت مراتي في التليفون، قلت لها تعالي وهاتي معاكي عقد الشقه، الكلام ده موجود يعني. طبعا الورق ده معانا بره؟ الايه؟ الورق بتاع الشقه، التنازل والكلام ده؟ طبعا معايا التوكيل. احمد اعرضه بعد اذنك. معايا التوكيل، الكلام ده كله، كل الكلام ده بورق، مفيش كلام من غير ورق. تمام. فالمدام جت، طبعا مش تيجي لوحدها، معاها طفلين. تمام. جت بيهم، حجزوها في اوضه وانا محجوز في اوضه تانية. تحقيق، طبعا هو يعني هو تحقيق ومش تحقيق، هم واحد مدير الامن ده، انت هتمضي دلوقتي مراتك في الاوضه التانية، انت هتمضي، وجاب لي عقد الشقه فعلا، هي جايباه معاه عقد الشقه اهو، امضي على ايصالات الامانه. قلت له بص انا هقول لك على حاجه، انا عشان خاطر انت عملت تنازل ولا بيع؟ انا عملت تنازل عن الشقه. طب العقد بتاع التنازل يا احمد بعد اذنك. انا عملت تنازل طبعا عن الشقه. كمل يا استاذ. فالمهم جاب لي ايصالات امانه، امضي امضي امضي، وموقف حواليا 3-4 من بتوع الامن، وطبعا هو حاطط بقى سلاح في جيبه والكلام ده كله تهديد بقى يعني. فرحت مضيت على ايصالات الامانه، قال لي تمام عقد الشقه، قال لي انت هتقعد معانا بقى للصبح. ف
فقلت له اقعد معاك للصبح اعمل ايه؟ هي اصلا دلوقتي انت بتقول مجموعه قضايا اساسا، ان هو يحتجزك دي قضيه، يخليك تتنازل عن حاجه بالقوه دي قضيه، فاكمل حضرتك. تمام اه، يعني هو طبعا موضوع كبير مش سهل يعني. فقال لي انت هتقعد معانا لبكره الصبح. قلت له اقعد معاك لبكره الصبح ليه؟ قال لي عشان تروح تتنازل. تنازل اهو موجود على الشاشه، كمل حضرتك. تمام، قال لي عشان تروح تعمل التوكيل ده عشان تتنازل عن العقد. قلت له لا سيبني اروح وبعد كده هبقى اجي لك نبقى نشوف اللي انت عايزه ايه، لان انا قعدت حوالي 8 ساعات ما شربتش كوبايه ميه. هو العجز كان كام يا استاذ حسين؟ حوالي 2 مليون على كلامهم يعني. طيب هو العجز كان هم يعني من الاخر كده شايلها لك انت ازاي بالعجز؟ لا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو الغريب في الموضوع ان العجز اللي بيقولوا عليه ده من سنتين فاتوا. طب يعني لو انت فعلا اللي عامله سابوك سنتين شغال ازاي؟ بالظبط، يعني حتى اللي هيعمل كده كان ممكن يروح يعمل اخلاء طرف ويمشي من الشركه، وطالما هم بقى بالشكل ده يعني هم. ايه ده انت واخد ارنبيه؟ اه بالظبط يعني. ف يعني يعني ده انا هقول لحضرتك دلوقتي على حاجات كتير بخصوص المواضيع دي يعني. فقالوا لي انت الاول احنا كنا عاملين محضر، فهتيجي معانا ومراتك هنا، مراتي في الشركه واولادي، هتيجي معانا الاسم عشان نتنازل نعمل تنازل يعني وكده، وترجع تاني لمراتك. قلت له لا طب ما انا تيجي معايا. قال لي لا هي لازم تبقى هنا وانت تيجي معانا تتنازل ترجع تاخدها. وده اللي حصل فعلا. رحت طبعا كان مراتي كلمت صحابي واخوها وكده وجولي، فرحت انا ومعاهم طبعا. ما رضيش طلعوا مراتي من الشركه، ولادي موجودين في الشركه، بنتي صوروها بتوع الامن بيصوروها مش عارف ليه. فالمهم رحت معاهم، كان قابلني واحد صاحبي هناك بقى، هم ما خدونيش بقى على اسم البساتين، على نقطة الشرطة بتاعت صقر قريش. كان قابلني واحد صاحبي قال لي يا حسين احنا نشتكي الناس دي. قلت له انا مراتي هناك. فهو الراجل المستشار بتاعهم قاعد، قال له والله احنا خلصنا كل حاجة، وعلى العموم مش عايز يمضي براحته، هو كده كده مراته هناك. يعني فضلوا محتجزين المدام والاولاد في الشركه. والله ده اللي حصل بالظبط، والكاميرات موجوده. تمام انا كاميرات موجوده يعني، هو لو هم عندهم كاميرات طبعا هي زمانها مسحوها من ساعتها اساسا. فروحنا. هو احنا معانا دلوقتي شاهد على الواقعه. الو الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتفضل يا فندم، انا مع حضرتك. مع حضرتك هيثم يوسف زميل حسين. اهلا وسهلا يا فندم. انا واخد واحده من في معمار مرشدي. تمام يا فندم. وكنت بتعامل مع الاستاذ حسين كل شهر على طول، بروح ادفع له القسط في ميعاده، وهو كصراحه كان بيعاملني كويس وبيديني صلاه بالمبلغ اللي انا دفعته. وبالنسبه للشيكات بتاعتي اللي انا مثلا المفروض باخدها كل شهر، ما باجي اطلبها منه بيجهزها لي تاني اسبوع، بروح استلمها منه معايا كل الشيكات بتاعتي كلها. تمام. مفيش شيك متأخر. يعني انت حضرتك دلوقتي مع الاستاذ حسين وشايف ان هو فعلا مظلوم. لا هو مظلوم، لا حسين من اكفأ الناس اللي كانت شغاله هناك في الشركه صراحه، يعني ما شفتش منه اي حاجه وحشه. ربنا يخليك، متشكره جدا لحضرتك، اتفضل كمل. فبعد كده رحت عملت رحت معاهم طبعا مضينا على المحضر ان هو تصالح يعني، قال لي دي مبالغ ماليه، ما قالش ما جابش سيره موضوع ان هو في اختلاس او حاجه زي كده يعني. وبعد كده رجعنا تاني، خدت مراتي وولادي، خدوا مني العربيه في اول ما رجعت، خدوا مني عربيتي، كانت معايا عربيه خدوها مني برضو تحت تهديد، واتلموا علينا ناس كتير كده، كان واحد صاحبي حاول ان هو يشد بس معاهم كده، فتلموا علينا ناس كتير مش قادر اقول لحضرتك يعني. خدوا العربية وبعدها رحت أنا قافل تليفوني وروحت، روحت معاهم يعني بعد طبعا ما أثبتوا الحالة يعني. طبعا أنا عندي دلوقتي في إيصالات أمانة في الشركة، أنا مضيت 6 إيصالات أمانة. تمام. فضلت أنا قافل تليفوني. طب يا أستاذ حسين، حضرتك ما رحتش ليه قدمت محضر؟ عملت حلو. محضر وقدمت بلاغ. جميل. وكل اللي حصل هو سؤال كويس جدا. أنا كنت بتهدد بإيصالات الأمانة ده، وهقول لحضرتك الدليل. أنا مسايب بره الإيصالات، ممكن برضو يعرض المحضر بتاع إيصال الأمانة. أنا اترفع ضدي إيصال الأمانة بعد ما أنا سبتهم بيومين. أنا ما كنتش برد عليهم خالص، هم كانوا عايزين أتنازل عن الشقة، كانوا عايزيني إن أنا أقدم تنازلات تانية.
طبعا انا رفضت وقفلت تليفوني والكلام ده كله، يعني ما بقتش ارد على حد فيهم، فاضطروا ان هم يرفعوا عليا ايصال امانه في اسم شرطه حلوان. تمام، يوم كان يوم 8/11. فلما رفعوا عليا ايصال امانه، فواحد صاحبي جه قال لي انا اعرف حد ممكن يوصلنا للشركه، نقدر نتفاوض معاهم نشرح لهم الوضع ماشي ازاي. الكلام ده كان يوم 12/11. رحنا الشركه لقيناهم طبعا عاملين حاجه كده برضو، احنا بنتكلم معاهم في تفاوض والكلام ده كله، لقيناهم مبلغين برضو ان في نفس المشكله تاني. ورحنا القسم، فلما رحنا القسم كنت انا والمحامي بتاعهم، انا والمحامي بتاعهم اللي مبلغ. فظابط ظابط الشرطه بيقول له انتوا مضيتوا الراجل ده على ايصالات امانه تحت التهديد. قال له لا. قال له طب خلاص هنشوف الموضوع ده. فظابط الظابط طلع قال طب حضرتك عامل محضر، يعني المحضر معانا بره؟ لا، هو المحضر ده مش معمول، هقول لحضرتك الموضوع ده جه ازاي، لان هم كانوا مضيين واحد تاني، فالواحد التاني ده راح عمل محضر. تمام. في اسم الشرطه يعني، راح عمل المحضر. ف بعد ما ظابط المباحث قال الكلمتين دول، انا عايزه حضرتك تختصر شويه عشان بس الوقت، عشان تلحق حضرتك تقول كل اللي انت عايزه في اختصار. هو باختصار يعني المحامي بتاعهم جري ساعتها كمل حضرتك. المحامي بتاعهم جري، والضابط طبعا عمل موضوع كبير لان ما ينفعش ده يحصل. فهم قالوا لي احنا هنحل الموضوع ودي، ومشينا. بس يا ريت في عجاله معلش. تمام. عشان هو بس مخرجنا بيقول ان الوقت قرب يخلص. تمام. يعني في دقيقتين انا هوري حضرتك برضو حاجه. هو طبعا صوره التوكيل ظهرت على الشاشه. المحضر كان يوم 11. تمام. اتنزلت عن الشقه. المحضر كان يوم 12، اتنزلت عن الشقه يوم 13. تمام. على طول عشان طبعا يسيبونا في حالنا ويسيبونا من ان احنا ما يجوش جنبنا تاني، لان كنت بتهدد كتير قوي بمراتي وعيالي. جالي ناس عند البيت يسالوا على بنتي بتنزل الساعه كام، الكلام ده كله طبعا الكلام ده ما كانش ينفع. بعد كده عملوا لي بعد ما اتنزلت على الشقه راحوا عاملين لي توكيل بالتصالح عن ايصال الامانه. تمام. اللي انا مضيته باسم واحد انا ما اعرفوش وهو مش شغال في الشركه، يعني واحد انا عمري ما شفته قبل كده ولا هو شافني. تمام. هم كانوا بيقولوا طب حسين جاب الفلوس دي ازاي، حسين عنده شقه اشتراها ازاي، وحسين عنده عربيه جابها ازاي. طيب انا دلوقتي انا بقدم لحضرتك ده عقد بيع شقه ورث بتاع والدي. تمام. واخواتي موجودين، وطبعا الكلام ده كله قبل تاريخ الواقع، يعني هم بيتكلموا في 2017. يعني انت اثبتت وجود المال بتاعك ده من طبعاً عن طريقك؟ يعني طبعا طبعا. انا حضرتك انا في 2016 كان معايا، انا كنت واخد كارد من البنك وكان حوالي 200,000 جنيه ومعايا حوالي 700,000 جنيه، يعني كان معايا 900,000 جنيه. ده الكلام ده في 2015 و16 الاثنين، يعني في على مدار تمام السنتين دول. تمام. تمام. اشتريت الشقه، الراجل صاحب الشقه موجود ويشهد طبعا. احنا معانا دلوقتي الصور بتاعه صور العقد اللي تثبت هو جاب شقته منين. تمام. على الشاشه. تمام. كمل حضرتك، انا عايزك تكمل انت. قالوا برضو في عجاله كده، قالوا ان انا خدت الفلوس دي عشان اعالج والدتي كان عندها ورم وكده، وقالوا ان انا خدت الفلوس دي عشان اعالجها بيه. فانا ما صفرتهاش فرنسا والله ولا حاجه يا جماعه. انا ده زي برضو الورقة دي بتقول ان والدتي كانت بتتعالج على نفقة الدولة في معهد الأورام. الورقة دي معنا برة؟ الورقة دي ممكن ما تكونش موجودة برة بس هي معايا. تمام تمام. العلاج كان على نفقة الدولة في 2014، سنة 2014 قبل الواقعة بثلاث سنين. تمام. والعلاج كان ب 3000 جنيه وقتها. تمام. بيقولوا ان انا جبت ازاي الكلام ده كله، انا معايا ما يثبت والبنك موجود، طبعا مش هقول اسمه ولا حاجة. هو مبدئيا بس لو حضرتك واخد الفلوس وعامل كل ده ما كنتش انت اللي طلبت تطلع. بالظبط كده. فكمل حضرتك. بالزبط. انا سامعاك، مش محتاج ان انت تقول انا ما عملتش. تمام. انا في حاجه كمان، انا بحابب ان انا اصلا لو طلعت قلت كلامه خلاص يبقى انا، لكن انا جايب ورق معايا عشان الورق ده. استاذ حسين، انا السبب الوحيد اللي خلاني وافقت ان حضرتك تطلع معايا ضيف ان انت كل كلمه بتقولها معاك بيها اثبات. بس كده، هو ده اللي انا، ده اللي خلاني اتاكدت ان انت صح ومظبوط، وده اللي خلاني يعني وافقت جدا ان انت اللي تطلع وتتكلم. تمام تمام. عشان انت بصراحه الوحيد اللي كلمنا من المواضيع دي كلها اللي معاه اثباتات. انا معايا ورق
ولسه في ورق تاني في النيابه يعني. تمام. هو في انا جايب لحضرتك اللي ينفع اجيبه، لكن في حاجات تانية في النيابه. تمام. الحاجات دي مفاجآت يعني. تمام. هم حتى لو ما قضنش الوقت النهارده انت حضرتك هتبقى ضيف في انا وقت اجي تاني طبعا. لا اجي تاني وتتكلم وتجيب الورق اللي ناقص ومفيش مشكله. تمام ان شاء الله باذن الله. في حاجه برضو انا حابب اوري يعني اوري الناس، ان انا الكارد اللي انا واخده ده اتبعت لي فيه انذارين بعد ما سبت الشغل لان مفيش مصدر دخل دلوقتي. تمام. فاتبعت لي فيه انذارين ان انا اسدد المبالغ دي. تمام. والبنك في بينا مشاكل دلوقتي لان انا مش مسدد. فانا دلوقتي ال 2 مليون جنيه دول لو موجودين معايا، طب ما انا اسدد حتى لو مش اسدد الكارد، ما انا ممكن اسدد. طيب احنا معانا معلش مداخله شاهد. الو الو. ايوه ايوه فندم. ايوه فندم اتفضل. حضرتك يا فندم، انا كنت انا صاحب حسين وكنت حاضر معاه الواقعه. انا خدت التليفون من حسين كلمني قال ان في مشكله عنده في الشغل. تمام. انا كصاحبه رحت على الشغل بسرعه جدا. وقفنا تحت الشركه لا يقل عن 7 ساعات. تمام. وساعتها كانت مراته وبنته. تمام. وكان اخت بنت خاله مراته كمان كانت معاه هناك في نفس المكان. تمام. وقفنا تحت الشركه اكتر من 7 ساعات. لقينا حسين نازل معاه ناس ومعاه ناس من المباحث. ايه طب في ايه؟ لا مالكوش دعوه انتوا باي حاجه. راحوا واخدين حسين على اسم شرطه البساتين. تمام. احنا طبعا مش فاهمين اي حاجه. لما رحنا هناك بدانا نفهم. بدانا بيقولوا ده عم عامل له اختلاس وصاحبكم مش عارف سارق ايه وواخد حاجات قد ايه ومش عارف ايه. طبعا احنا قاعدين في صدمه غير طبيعيه لان احنا عارفين اخلاق حسين وعارفين حسين ماشي ازاي. الدنيا عندنا كلها تشهد باخلاق حسين وتعرف مين هو حسين وتعرف مين هو والده ومين هو الناس دي كلها. المهم عشان ما اطولش على حضرتك. اتفضل. احنا شفنا يوم يعني اقسم بالله العظيم ثلاثه، اقسم بالله الكلام ده انا بقوله بمنتهى الحقيقه ومنتهى الصدق، اقسم بالله شفنا يوم اصعب من اصعب ايام حياتنا شفناه. المهم عشان برضو ما اطولش على حضرتك، احنا اتفضل. رحنا القسم لقينا حاجات غريبه وناس كتير قوي من عندهم موجودين، واحنا كنا احنا ثلاثه بالظبط. حتى كلمنا مراته علشان تيجي لنا، قالت لنا بالحرف الواحد هم رافضين ان هم يخرجوها من مقر الشركه. طب ازاي يا جماعه انتم محتجزينها؟ قالت لنا بالحرف الواحد انا مش همشي. هم بيقولوا لي انا مش همشي من الشركه الا لما حسين يرجع. اصل بصراحه بص انا اقول لحضرتك على حاجه، هو انا اوريدي انا مصدقه حضرتك ومصدقه الاستاذ حسين، بس هو عشان انت تقول حصل احتجاز في المكان للاستاذه ولاولادها هيقولوا لك لازم في فيديو. اكيد في كاميرات متصوره يا فندم. طبيعي ان انت هيقول لك دلوقتي انت بترمي عليهم تهم. اتاخدت مننا واحنا واقفين، واحنا واقفين اتاخدت مننا، خدوا منها كل حاجه وخدوا منها المفاتيح واحتكوا بينا احنا شخصيا. احنا بنتكلم ما ينفعش ان تاخدوا العربيه، كانوا وصلت ان هم ممكن كانوا هيضربونا وفي كاميرات تثبت الكلام ده كله. احنا ما بنتكلمش من ما انا بقول لحضرتك، هو انتوا معاكم فيديوهات للاحداث دي أكيد كلها؟ اكيد احنا مش معانا فيديوهات، بس اكيد لو رجعتوا للفيديوهات اللي موجوده في الشركه واكيد هم طبعا مش هيطلعوا حاجات زي كده، اكيد هتشوفوا كل الكلام ده كله، كل الكلام ده كله موجود وكل الكلام ده مثبت. انا متشكره جدا لحضرتك استاذ حسين. انا عايزه حضرتك تكمل عشان انا عايزاك تقول كل اللي عندك. بصي حضرتك انا برضو يعني انا قلت يعني بصفه عامه اللي حصل، وطبعا الناس اللي اتكلمت والله انا ما اعرف طبعا في حد هيخش يتكلم، لكن انا بقول لحضرتك هو انت عشان يا استاذ حسين عشان حضرتك صاحب حق فربنا اكيد هيوقف جنبك ناس ان هم يساعدوك ان شاء الله. بس انت كلامك اللي انت بتقوله العادي هو ده كله مثبت تمام انا معاك، بس لما هيقولوا لك على حته الاحتجاز هو هيقول لك لازم في فيديو. تمام. لا بس هو عشان تثبت. تمام. ما هو الفيديوهات دي يعني احنا مش مختصين بالكلام ده. هم اوريدي لو هم عاملين كده هم يعني فجروا كل الفيديوهات. طب انا هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. هو فجروا، ممكن يكونوا هم فجروا الفيديوهات، لكن في فويسات طلعت طبعا مش هيقدر ان هو يلعب فيها ولا يعمل فيها حاجه لان دي موجوده وموجوده في النيابه، هتبقى موجوده في النيابه. احنا بس ما قدرناش نعرضها معلش مش هنعرضها. بس فيها اسماء واحنا تمام. يعني مش بنختص الشركه ولا صاحب الشركه، احنا بنختص شخص واحد هو اللي عمل كده في الاستاذ حسين، والاستاذ حسين مش الوحيد. احنا جالنا على صفحه البرنامج حوالي 3 ضحايا، فاحنا اختصنا منهم بس استاذ حسين لانه معاه اثباتات كتيره عكس تماما التانيين لان هم بيتكلموا اكتر بس من غير ما يكون معاهم اثباتات.
اتفضل كمل يا في سيدي. محضر برضو معمول بنفس الكيفيه دي في 2014 تمام، معمول في المعادي، في اسم المعادي، في نفس الشخص برضو. وعلى فكره الشخص ده احنا لما يعني بحثنا وراه عرفنا ان هو برضو يعني في مشاكل معاه وكان مطرود قبل كده من حاجات كتير دي ما لناش علاقه بيها، لكن انا بتكلم، انا دلوقتي بتكلم يعني صاحب الشركه نفسه ما عندوش علم باللي بيحصل، هو ما عنده ما يعرفش الكلام ده ان بيحصل في شركته. هو الراجل يعني حتى لو في مشكله عمره ما هيحلها بالشكل ده، عمره ما هيجيب، عمره ما هيقبل. هو كمان معروف عنه ان هو راجل نزيه ومحترم وخير، يعني هو بيقدم خير كتير، هو هيجي ليه على واحد لما هو بيقدم لمئات الخير؟ على فكره هو لو عرف الموضوع، هو في زي ما قلت لحضرتك في حاجز هم حاطينه قدامه، لان الراجل ده صاحب الشركه ده لو وصلت له المعلومات دي صدقيني والله الناس دي كلها هتمشي، كل الناس دي هتمشي. اولهم في اتنين طبعا مش هقول اسامي، في اتنين دول اولهم بره، لو الراجل صاحب الشركه يعلم الكلام ده والله الناس دي ما هتقعد في الشركه ساعه. احنا بنجد والله ان انا يعني بطلبه، انا بطلبه، انا بقول له يعرف كل الاخطاء اللي بتحصل دي عشان بس ما تبقاش شوهت صورتك، انت راجل محترم وراجل نظيف وكل بيشهد في حقك بكل خير، ففي ناس هتشوه صورة حضرتك. بص حقيقة أنا وصلت لناس تبعه، وصلت لناس تعرفه شخصيا، وحاولنا أن احنا نتكلم معهم، بس اللي احنا عرفناه أن الراجل بنسبة كبيرة قوي فعلا ما يعرفش الموضوع كامل، يعني ما يعرفش تفاصيل الموضوع. هو عارف أن فلان، وعارف أن فلان دخد فلوس، فلان دخد فلوس خلاص اتبحوه. لا لكن هو لكن اتعامل ازاي اصلا، اتعامل ازاي والكلام ده كله، والفلوس دي نقصت ازاي. ما هو حضرتك برضو مش يعني في حاجات ما ينفعش تتقال، لكن انت ازاي طلعت ميزانيتين وانت عندك فلوس ناقصه؟ طيب انا اسفه جدا والوقت خلص، انا بعتذر لحضرتك. انت ليك معايا تاني ان شاء الله اما اكون جبت بقيه الورق إن شاء الله. عشان يكون لحضرتك. انا بشكر حضرتك جدا وبشكر القناه، ربنا يخليك، وشكرا ليك، الف شكر، ربنا يخليك. في نهايه الحلقه بحب اشكركم واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام عليكم.